انتي عملتي اذاعه قبل كده؟ انا عملت كتير. اذاعه بس عملتي اذاعه بس ميكروفون الاذاعه بالنسبه لسلوى بيوحشك؟ بصي انا عايزه احكي لك عن اول تجربه اذاعه. انا واقفه قدام المايك، يعني المايك مش حاجه سهله، وعماله امثل ومنفعله، وبعدين هم عمالين يقولوا في صوت في صوت في صوت، ايديا بتترعش، الورق اللي انا ماسكاه بيعمل صوت، ايديا عماله تعمل كده من كتر ما انت خايفه. من كتر ما انا خايفه، بعدين بقى من كتر الاذاعه يعني خلاص خلاص يعني بقيتي متمكنه. بقى كمان في بعرف اعمل الميزانسان بتاع المايك، يعني انت امتى تبقي انت برضو الاذاعه فيها كلوز اب، يعني اللي هو تبقي هنا في المنطقه، في اقرب في يعني في منطقه اقرب منطقه، وفي ميديوم اللي هو شويه كده او شويه كده تبقى يعني، وفي لونج شوت اللي هو من بعيد او من عشان الصوت اكن جاي من بعيد بالظبط. فحتى ده يعني بقت لعبتنا. يعني اكتر حاجه بتحبيها في الراديو وفي الاذاعه؟ اني بروح من غير مكياج وبنقعد براحتنا. عندنا مجتمع اذاعي كده، ناس لطيفه جدا، اصدقاء، بنقعد ناكل وبنقعد نقول اخبار بعض، حاجات لطيفه. وبعدين في حاجه لذيذه قوي في الاذاعه، في كده مفارقه، يعني تبقى ممثلة مثلا، تبقى أبقى أنا مثلا يعني ست كبيرة في السن وبتاع، وأنا بعمل دور كبيرة في السن بنت مثلا، ممكن أعمل دور بنتك في الإذاعة، بنت يعني صغيرة. أيوة. بس أنت بتعرفي تحركي صوتك وتلعبي بصوتك بشكل مش طبيعي، يعني كفاية الكارتونز اللي أنت عاملاها. لا أنت فظيعة. فأنا في الإذاعة بعمل أدوار شباب، ودي حاجة لطيفة قوي. دي ألطف حاجة.